أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، والبداية بالعناوين. أطباء بلا حدود، الوضع درامي في المركز الوحيد المخصص لعلاج كورونا في عدن. وصحيفة فرنسية، مؤتمر المانحين يجمع نصف المساعدات المطلوبة. وCNN تقول ترامب غضب من كشف اختبائه في قبو، لذا خرج من البيت الأبيض. خزيمة لا ترد ميتا، مثل شعبي نقله الأجداد للأبناء عن أشهر المقابر اليمنية الواقعة وسط صنعاء، في تعبير ضمني عن السعة الكبيرة لهذه المساحات الأرضية التي استقبلت العديد من الموتى على مدى عقود من الزمن. يقول الموقع بوست ويضيف: بعد ارتفاع حالات الوفيات الناتجة عن الأوبئة هذه الأيام، أغلقت المقبرة أبوابها أمام مرتديها ليس بقرار رسمي، وإنما بتدخل من نيابة الأوقاف والأرشاد الواقعة تحت سلطة الحوثيين. لم يعد الأمر يحتمل التفسير أو التأويل، القبور تنبش ويتم دفن جثث أخرى بشكل مكدس بسبب ارتفاع عدد الوفيات ورفض أهالي المتوفى دفنه في غير المقبرة التي أوصى لدفنه. تكدست الجثث فوق بعضها، وأصبحت القبور تجارة رابحة لزيادة الطلب عليها مع انعدام أماكن الدفن والحجز في هذه المقابر، ولم تعد تجد موضع قدم من شدة ازدحام القبور وتلاصقها مع بعضها. المقابر في صنعاء لم تعد موحدة. يصف الموقع بأن هناك مقابر خصصت لقتل جماعة الحوثي يطلق عليها الروضات، لا يسمح بدفن المواطنين فيها. أما المقابر القديمة والمعروفة فتعيش واقعا صعبا للغاية بين ارتفاع أسعارها وانتهاك حرمة الميت فيها. موقع يمن مونيتور نقل عن أنطونيو غوتيريس أمين عام الأمم المتحدة قوله أن النازحون داخل اليمن بلغ عددهم 4 ملايين من أصل 24 مليون بحاجة لمساعدات. أضاف أنه يجب ضمان استمرار تدفق المساعدات لليمن، والمنظمات الدولية لا تملك ما يكفي من الأموال لتغطية الاحتياجات الإنسانية، مشيرا إلى أن هناك نقص في أجهزة الاختبار والأكسجين وسيارات الإسعاف ومعدات الحماية الأساسية، وعدم جاهزية المستشفيات التي يتم تشغيلها بالإمدادات الكهربائية الموثقة، كما شدد على ضرورة وقف إطلاق النار للتخفيف على المدنيين. في الوباء يعز الإنسان أو يهان، تحت هذا العنوان كتبت عائشة بلحاج مقالها المنشور في العربي الجديد. في بداية الجائحة انتعشت السيناريوهات المتشائمة، وانتشر الحديث عن نهاية العالم، وسادت مشاهد سينمائية مرعبة لخلو الأسواق من الطعام، وتصورات مخيفة لفيروس قاتل يتطور ويكتشف أساليب مختلفة للانتقال من إنسان إلى آخر، أدت إلى عجز كل وسائل الحماية عن منعه من الانتشار السريع. فوقف العالم حائرا وعاجزا ومرتبكا، لا يعرف ماذا يقدم أو ماذا يؤخر. حينها كان السؤال: هل سنعيش الكابوس الذي صورته روايات وأفلام كثيرة؟ ليفيق العالم على مدن ودول خالية من الإنسان ما عدا شخص واحد أو جماعة صغيرة من الناس تبقى على قيد الحياة لضرورات الحبكة، كي تشهد عالم ما بعد الفناء بعد انجلاء غيمة الخوف وتبين حقيقة الوضع. لم يعد السؤال السابق إلا انعكاسا مضحكا لسرعة هلع الإنسان المعاصر الذي سيخجل من فشله في هذه المرحلة، ليصبح السؤال الآن: كيف؟ استرجاع الإيقاع العادي للحياة بسرعة يقينا خسائر أكبر. وكيف ستكون الحياة في ظل وجود الفيروس في الأجواء؟ بعد إدراك خطورة تجاهل مصائر أفواج الجالسين في البيوت من دون عمل ولا مصدر رزق، وكان انكشاف زيف وعود كثيرة خصوصا في الدول النامية التي عجزت عن منح المساعدات التي وعدت بها، أول مظاهر الأزمة الحادة التي تلوح في الأفق، بما أننا ندخل الشهر الثالث من الحجر في دول كثيرة، فهل سينتظر الجوع ذهاب وباء لا يبدو أنه مستعد للذهاب الآن؟ وصلت سيارة إلى المبنى الذي أنشأت فيه منظمة أطباء بلا حدود مركزا لعلاج مرضى كوفيد-19 في عدن. يصف المصدر أونلاين الوضع ويتابع: ترجل منها رجل يبلغ من العمر 60 عام، كان يسعل سعالا شديدا
وبالكاد يقوى على التقاط أنفاسه. نجح الرجل بصعوبة في جر نفسه إلى كرسي متحرك استقبله به أحدهم، ثم نقله الفريق الطبي إلى وحدة العناية المركزة لتزويده بالأكسجين، وبعد مضي 4 ساعات فارق الحياة. بهذه الوتيرة السريعة والمروعة يخطف مرض كوفيد-19 أرواح الكثيرين في عدن التي وقعت في قبضة تفشي اتخذ منحا كارثيا. يقول منسق المشروع والذي أنشأ مركز العلاج تيري دوراند: نستقبل عددا كبيرا من هذه الحالات، وكثير من المرضى يفارقون الحياة بسرعة خاطفة، ويصعب على الناس استيعاب السرعة التي يموت بها المرضى. يتابع دوراند: لا تصل إلى المركز سوى الحالات الخطيرة، فنشعر نحن العاملين في مجال الرعاية الصحية بالعجز أمام هذا الواقع، وأقصى ما يمكننا فعله هو إعطاء المرضى الأكسجين. ويشهد المركز معدل وفيات يساوي معدل وحدات العناية المركزة في أوروبا والولايات المتحدة، لكن الفرق في عدن هو أن المدينة تفتقر إلى مستشفى مجهز بالشكل اللازم وممول تمويلا كافيا. أما مركز علاج مرضى كورونا في عدن هو قسم تم تجديده على عجل من مستشفى قديم للسرطان يقع في ضواحي مدينة عدن، في المدينة التي انهار نظامها الصحي بعد 5 سنوات من الحرب. موظفو الرعاية الصحية يعيشون معاناة حقيقية، يعانون لأنهم يعجزون عن إنقاذ أرواح الناس، ويعانون لأن عدد الوفيات في ارتفاع مستمر. ومن يستطيع أن يتنفس في العالم العربي؟ يتساءل حسين الوادعي في مقاله المنشور في موقع درج، مضيفا في جزء من المقال: لا أحد ينكر بقايا العنصرية في أمريكا، لكن لا أحد ينكر قدرة المجتمع الأمريكي على مواجهتها، لأنها مدانة ومحرمة في القوانين والتشريعات والسياسات والثقافة والأنظمة. أما نحن فما أعجزنا عن مواجهتها، لأن العنصرية ما زالت مقدسة في نصوصنا وأعرافنا وتقاليدنا وقوانيننا ومناهجنا وثقافتنا وخطابنا الإعلامي. هناك فرق بين مجتمع تشكل العنصرية فيه تياراً فرعياً وبقايا ممارسات بائدة لن تتسامح معها الأغلبية، وبين مجتمع تشكل العنصرية فيه ثقافة الأغلبية. نعم، هناك عنصرية في الغرب يتسارع انتشارها مع صعود اليمين المتطرف وجماعات التفوق، عنصرية تستقوي بالبطالة والخوف من الإرهاب لتغذي خطاب كراهية مدمر ضد الأقليات والمهاجرين. وكم كنت أتمنى أن يستخلص المتابع العربي النتائج المدمرة للعنصرية على المجتمعات، وأن ينطلق من هذه الحادثات العنصرية لكي يعود إلى ذاته وإلى مجتمعه ليحارب العنصريات العربية الظاهرة والخفية. لكن ما حدث عكس ذلك تماما. تعددت زوايا التفسير العربية لما يحدث في أمريكا. البعض ينظر إليه من الزاوية التقليدية ذاتها التي ترفض كل ما يأتي من الغرب إيجابياً كان أو سلبياً، وهم يستغلون حادثة القتل والتظاهرات كعادتهم ليؤكدوا اللازمة ذاتها. ألم نقل لكم أن الديمقراطية وحقوق الإنسان التي يتغنى بها الغرب مجرد وهم؟ ويسعون من هذه النقطة إلى تأكيد أن كل ما يأتي من الغرب لا يسر القلب، وأن العرب ليس أمامهم غير التمسك بتراثهم في السلطة والمجتمع والسياسة، ويصب هذا كله في خانة واحدة: التقليد والاستبداد. في ظل استمرار ظاهرة اختطاف الأطفال وتصاعد الانتهاكات ضدهم في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، أفادت مصادر محلية في صنعاء بأن الجماعة دشنت هذا الأسبوع موجة جديدة من حملات الاستدراج لتجنيد الصغار والشبان بذريعة حمايتهم من الإصابة بكورونا. ويعنون الصحوانت: بالتزامن مع اختفاء عشرات الأطفال، ميليشيات الحوثي تدشن موجة تجنيد لصغار السن. وأكدت المصادر أن مشرفي الجماعة الحوثية في صنعاء ومحافظات أخرى بدأوا حملات في الأحياء والتجمعات السكنية والقرى لحض السكان على تقديم أبنائهم الصغار إلى معسكرات التجنيد، باعتبار ذلك أفضل وسيلة مزعومة لحمايتهم من العدوى والابتعاد عن مصادر الخطر. وقال أحد الآباء في العاصمة صنعاء أن مشرفي الميليشيات في أحياء شعوب وشميلة والصافية كثفوا منذ أول أيام عيد الفطر تحركاتهم في أوساط السكان في مسعى لإقناعهم بتجنيد أبنائهم.
في جولتنا بين الصحافة الفرنسية نطالع من صحيفة ليبغاسيو الفرنسية تقريرا عن مؤتمر المانحين، وقد ترجم التقرير لصالح قناة بلقيس. اليمن: مؤتمر المانحين يجمع نصف المساعدات المطلوبة. وقالت الصحيفة: جمع المؤتمر الافتراضي الذي نظم بالمشاركة مع المملكة العربية السعودية المبلغ المطلوب فقط 2.4 مليار دولار في محاولة لإنهاء الأزمة الإنسانية الخطيرة في اليمن التي مزقتها الحرب والفيروس التاج الجديد. وعقد المؤتمر في الوقت الذي تعبر المنظمة الإنسانية فيه عن قلقها بشأن الانتشار السريع للفيروس في اليمن. يضاف هذا التحدي الصحي إلى الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم بحسب الأمم المتحدة بعد أكثر من نصف عقد من الحرب. وقالت الصحيفة أن السعودية تعهدت في المؤتمر بتقديم نصف مليار دولار كمساعدة أما الولايات المتحدة وهي مصدر رئيس للأسلحة للمملكة فقد تعهدت بتقديم 225 مليون دولار وألمانيا أعلنت عن تقديم 125 مليون يورو وتعهدت المملكة المتحدة وهي أيضا مصدر رئيس للأسلحة إلى السعودية بتقديم 160 مليون جنيه استرليني بينما لم تعد الإمارات العربية المتحدة وهي الحليف الرئيس للرياض والمتورطة بالصراع في اليمن لم تعد بالتقييد أي شيء. المفكر العالمي وأستاذ اللسانيات نعوم تشومسكي كتب عن الأممية وقد ترجم الموضوع المنشور مؤخرا ترجمه على الدين أبو زينة ونشرته صحيفة الغد وجاء في إحدى فقراته: هناك نوعان من الأممية، أممية الأقوياء والمضطهدين وأمية أولئك الذين يناضلون من أجل الحرية والحقوق الأساسية. كان هذا دائما صحيحا، لذلك عد إلى الثورة الأمريكية على سبيل المثال. كان هناك البريطانيون الذين كانوا يقاتلون مع قوات من ألمانيا، وكان لدى الأمريكيين أنصار من فرنسا مثل اللافايت، وتستمر الأمور على هذا النحو عبر التاريخ. نرى كلا الاتجاهين للأغنياء والأقوياء مصالح مشتركة وهم يتعاونون من أجل تحقيقها. عندما تدعم الولايات المتحدة انقلاباً عسكرياً يمينياً في بعض دول أمريكا اللاتينية فإن ذلك يكون مساعدة متبادلة للأغنياء والأقوياء. خلال الثمانينيات شهدنا تطوراً رائعاً نادراً ما تتم مناقشته لأنه مخيف جداً. كانت تلك هي المرة الأولى في التاريخ الذي يذهب فيها الناس العاديون بالآلاف إلى بلد يتعرض لهجوم من الدولة الخطأ ليس فقط لتقديم بعض المساعدة وإنما حتى لمحاولة المشاركة بأرواحهم لتقديم أي مساعدة يمكن أن تأتي من وجود وجه أبيض وسط مواطنيك. نادراً ما كان أحد في الولايات المتحدة قد فكر يوماً في الذهاب إلى قرية فيتنامية أو شخص في فرنسا إلى قرية جزائرية عندما كانت الولايات المتحدة تدمر الهند الصينية وكانت فرنسا تسحق الجزائر. هذه أفكار لم تكن قد خطرت أبداً على بال الناس، ولكن في الثمانينيات حدث ذلك بعشرات الآلاف في الولايات المتحدة ومن جميع أنحاء البلاد، الكنائس الإنجيلية في ريف كانساس على سبيل المثال. ولم يكن الشباب فقط هم الذين يتعرضون للازدراء باعتبارهم ساندينيين، وهذه ظاهرة مدهشة للأممية والتضامن المتبادل مهمة جداً، وهي أحد الأسباب التي جعلتها تكتب في التاريخ. إنها ليست من النوع من الأشياء التي يفترض أن تكون في أذهان الناس، لكنها موجودة وتحققت. ما كان يمكن لأحد أن يتوقع ذلك، لقد خرج كأنما من العدم، وأعتقد أنه موجود تحت السطح مباشرة طوال الوقت. في تصريحات للCNN كشف مصدر أمريكي مطلع أن الرئيس ترامب كان غاضب من الأنباء التي كشفت اختبائه في القبو المحصن بالبيت الأبيض خلال الاحتجاجات، وأخبر مساعديه أنه يريد الظهور خارج بوابات المقر الرئاسي. ضاف المصدر أن رغبة ترامب في الظهور في مكان الاحتجاجات كانت من أجل التقاط صورة له أمام كنيسة سانت جون القريبة من البيت الأبيض. وتابع المصدر بالقول أن الرئيس الأمريكي أعرب عن إحباطه من تصويره على أنه قلق من الاحتجاجات خارج البيت الأبيض واختبأ تحت الأرض في القبو المحصن معتقدا أنه بدا ضعيفا. وكانت مصادر كشفت للCNN أنه تم نقل ترامب وزوجته ميلينا وابنهما بارون إلى القبو المحصن في ظل الاحتجاجات خارج البيت الأبيض.
لم يتضرر الجميع من فيروس كورونا، بل هناك أشخاص وشركات ربحت الكثير من ورائه، حيث كشفت منصة زوم بحسب الشرق الأوسط عن نتائج مالية تعكس الإقبال الكبير على برمجية مؤتمرات الفيديو خلال مرحلة العزل. فمن يناير إلى مارس حققت الشركة ومقرها في كاليفورنيا زيادة في الإيرادات نسبتها 190% لتصل إلى 328 مليون دولار. إريك إيوان مؤسس زوم ورئيسها قال في بيان حول نتائج الشركة أن أزمة كورونا أدت إلى طلب أكبر على التواصل والتعاون بشكل مرئي بمشاركة أشخاص عدة. أضاف: الاستخدامات المختلفة زادت بشكل سريع مع إدراج زوم في عمل الأفراد وتعليمهم وحياتهم الشخصية. التطبيق سمح بلقاءات عائلية عبر الإنترنت وحصص دراسية وجلسات يوغا واجتماعات مهنية أيضا. الآن نتابع صور نشرتها صحيفة الجارديان البريطانية تظهر العودة الشبه طبيعية للحياة بعد تخفيف قيود الحظر والحجر المنزلي. عدد من رسومات الكاريكاتير والتي نشرتها الصحف والمواقع نتابعها في آخر جولة. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم. كونوا بخير.